غير مكتملة اللياقة، مثل ملعب بترسبورت بيكون مناسب جدا ان ما فيش فيه الجري الكتير زي الملاعب الكبيرة، ولكن ملعب بترسبورت الاسماعيلي بيوجد فيه دائما. يعني لو احنا حظه بصينا حلو يعني، حظه حلو عليه. يعني الاسماعيلي دايما مش مجرد حظ، لا بيجيد في اللعب في المساحات الصغيره بيجيد، والنهارده بانت قدرات اللاعبين، وشفنا اكتر من لاعب بمستوى متميز، شفنا تغييرات متميزه جدا. لا النهارده الاسماعيلي مش الفرحه مش الفوز في المباراه، ولكن عوده الثقه المفقوده اللي الاسماعيلي قدم من بدايه الدوري، وخاصه في المباريات الاخيره عروض قويه، ولكن يا مونيا بهزيمه لاخطاء، يا تعادل باخطاء برضه تحكيميه، ولكن في النهايه انه بيفوز النهارده، فهي دي الفرحه صحيح. ان العقده اتفكت. يعني كان في عقده واتفكت، نتمنى اتفكت طبعا النهارده. الامور دي بالنسبه مع اول فوز تدي دفعه قويه. طيب بالنسبه بعد الفوز، هل تغيير تفكير الاداره في ان ممكن يبقى في مدير فني اخر، ما هو ممكن يبقى المدير يتولى الاداره الفنيه، يبقى موجود، ولا استمرار كابتن محمد وهبي مع اول فوز بعد الفوز يعني ده؟ اللي انا اكده لحضرتك حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم مع بعض فيها، استمرار كابتن محمد وهبه كمديرا فنيا، وبكره باذن الله هنعلن الجهاز الفني بالكامل باذن الله، بكره هنعلنه. وانا شايف رغبه جماهيريه كبيره جدا مؤيده للكابتن محمد وهبه، طلع اسمه مدرب ارجنتيني، وطلع كلام ان الاسماعيلي بتفضل، الاسماعيلي كان فاتح فعلا قنوات اتصال مع مدربين كتار، وكان عايز يجيب الافضل دائما. ولكن لما نشوف النهارده الفريق بيقدم هذا العرض ورغبه الجماهير، لا في تفكير او اعاده تفكير مره تانية، وان شاء الله بكره نعلن عن اسم الجهاز الفني. طيب خلينا بس استاذ علاء، وانت يعني حضرتك متحدث رسمي وبالتالي بتتكلم عن يعني باسم نادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي بيتعرض لازمه ماليه، وده اكيد يمكن اغلب الفرق، لكن فكره بيع اللاعبين وان انا استفاد منهم في ان انا اصرف على بقيه الفريق، هل هي موجوده؟ هل ممكن نشوف مثلا عبد الرحمن مجدي بيتباع؟ هل ممكن نشوف مجموعه اخرى او لاعبين اخرين ممكن يكون طالبينهم انديه اخرى ان هم يتباعوا عشان تقدروا يعني تستغلوا الماده دي في الصرف على اللاعبين؟ انا بشكرك جدا على هذا السؤال، ان احنا يمكن اكدنا في البدايه ان مفيش استغناء عن الاعمده الاساسيه. فكره وفلسفه انك تبيع لاعبين عشان يصرف على الفريق، الفكره دي تسببت من فتره في تدهور نتائج الاسماعيلي والشكل العام للاسماعيلي. عايز اقول لحضرتك حاجه ودي لازم الناس كلها تعرفها، الاسماعيلي اللي بيصرف حاليا وصرف 35 مليون جنيه عشان الغاء فكره انك تبيع الاعمده الاساسيه، هو رئيس مجلس الاداره المهندس ابراهيم عثمان. مش بقولها دفاعا عن اي احد، ولكن ربما ردا على بعض الهجوم والانتقاد اللي ناله مجلس الاداره من بعض نجوم الاسماعيلي الكبار جدا. قبل المباراه من يوم السبت كان في بعض القنوات شفنا هجوم ضاري بحاجات كثيره. انا هقول لك سر كابتن محمد ربما ما قلتوش قبل كده، بس انا هقوله لك بصراحه. المهندس محمود عثمان رفض يعني ان مجلس الاداره يستقيل في الموسم الماضي لما النتائج كانت متدهوره والهجوم كان كبير جدا. مهندس ابراهيم عثمان ومجلس الاداره كانوا عايزين يقدموا استقاله. المهندس محمود قال لا، يعني احنا مش من النوع اللي بنهرب ولا هتهربوا من المركب. في مشاكل تتحل، ولو والمجلس اوريدي في شهور هتنتهي ولايته، وبالتالي الاسماعيلي لما تسيبوه تسيبوه هو كبير وواقف على رجليه. هي دي الفلسفه اللي هم شغالين بيها دلوقتي، عشان بس اللي الكلام اللي بيتقال هم ادمنوا اللي مش عارف، وكلام كتير جدا على اساس ان هم عايزين، لا هم مش متكلبين انهم يبقوا موجودين، بس كانوا موجودين، فهم ده من مسؤوليتهم ودورهم تجاه النادي الاسماعيلي، عشان ما يسيبوش النادي في حاله او في صوره لا ترضي عشاقه، وبعد بعد كده يتقال انهم هربوا من المركب. هم عايزين يسيبوا النادي وهو واقف على رجليه وهو قوي وهو بينافس وهو بكرته الجميله. دي برضه انا حبيت اقولها النهارده، علشان يعني ان بعض الناس كان بيقولوا انتوا ما ردتوش ليه على الاتهامات، ان كان في اتهامات كتيره جدا واتقال بدل ما ردتوش يبقى الكلام اللي اتقال صح. لا احنا مش عايزين ندخل في مهاترات، يكفي ان اللعيبه النهارده خرجوا في بعض القنوات وقالوا ان هم فعلا زعلانين من الهجوم، وحتى قارنوا نفسهم ببعض الفرق الاخرى اللي بتتغلب، ومع ذلك بتلاقي الدنيا كلها واقفه جنبهم مش معنا احنا. فعشان كده بقول لحضرتك لا، المهاترات دي بتاثر على الفريق وبتاثر تاثير سلبي. احنا في وقت عايزين نتكاتف. النهارده الفوز ده بدايه شغل كتير جدا، صحيح. يعني مش مجرد الفوز، لا ده في شغل كتير جدا هيتعمل عشان الاسماعيلي يرجع للمستوى. يعني ما فيش نيه لبيع اي لاعب بالنسبه للفتره القادمه يا استاذ علي، ودي اعلناها اكتر من مره، وقلنا
قلنا مفيش بيع وفي تدعيم بالعناصر اللي تخلي الاسماعيلي يقدم كرته الجميله. طيب فكره التدعيم دي يعني، وان يمكن في بعض الامور اللي ممكن تكون شائكه في فكره تأييد بعض اللاعبين لو انت جبتهم، خصوصا ان النادي الاسماعيلي عليه مشاكل ماليه او ماديه مع الاتحاد الدولي بخصوص نادي وادي نجوم المستقبل، يعني هتتصرفوا فيها ازاي؟ هل ما يعني الامور دي هتتحل ولا الامور لسه ما زالت طبعا تحت الدراسه؟ هي خرجت من الاتحاد الدولي بقت في الاتحاد المصري. اوكي. وبعدين دي مشكله قانونيه بيعكف النادي على حلها بكل الطرق والسبل اللي تكفل حق النادي وتكفل عدم ايقاف القيد او تكفل ان النادي يتاثر تاثير سلبي في تدعيم لاعبيه. فانا بطمن برضو جماهير النادي الاسماعيلي هيكون في حلول وهنعلن عنها باذن الله. كل التوفيق ليكم يا استاذ علاء، ويعني كل التوفيق لنادي الاسماعيلي، نتمنى نشوفه زي ما احنا بنقول دايما الاسماعيلي هو من افضل الانديه المصريه لعبا لكره القدم فنيا، احنا بنحب نتفرج على كره اسمها النادي الاسماعيلي، وبالتالي الفوز ده